السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومسلسل لؤلؤ وحلقة مهمة جدا، الحلقة 39. بس قبل ما تشوفوا الحلقة دي يا ريت تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان يصلكم كل جديد إن شاء الله. بتبدأ الحلقة ان طارق بيجي وهو ماسك داليا وبيقول لمالك: انا عامل لك مفاجأة، جهز شنطتك وتعالى يا حبيبي. وطارق بيقول لها: التالت قتل يا داليا. وقلنا ماشي، لكن نصابة كمان ده اللي ما يتسكتش. بيقول لها: بتزوري امضتي يا داليا، عايزة تسرقيني؟ وبتقول له: سيبني. وبتنده على مالك. وطارق بيقول لها: بس يا قذرة. يقول لها: بتناديله ليه؟ عشان يجي يشوف امه النصابة. وطارق بيقول لها: ده اخر يوم هتشوفي فيه مالك، علشان انتي خسارة فيكي كلمة ام. داليا بتقول له: انا هقول له ان انت كنت عاوز ترميه في الشارع، علشان كده انا زورت امضتك علشان احفظ حق ابني. يقول لها: بس يا غبية، ده انا مقعدك في هنا في البيت رغم كل اللي عملتيه. يا شيخ احمد ربنا انك انت وامك قاعدين في البيت لغاية دلوقتي، ده انا لو طردتك هتقعدي انت وامك في الشارع. طارق بيقول لها: يا عيلة شحاتين. وقال لها: انتي ارخص ست عرفتها في حياتي، عمري ما عدى علي وطوك ولا انينيتك ولا برودك. طارق بيقول لداليا: انتي احقر حاجة حصلت لي. وبيهددها وبيقول لها: لو حاولت تفهمي الواد او تبوظي نفسيته مش هيكفيني فيكي عيلتك كلها. قال لها: فاهمة يا نصابة. وزقها على الكنبة. في مشهد تاني لؤلؤ بتروح لعلي ضابط المباحث وبتقول له: انا عرفت مين اللي حاول يقتلني. وبيقول لها علي: مين اللي حاول يقتلك يا لؤلؤ؟ وبيقفل المشهد على كده. لؤلؤ بتروح لسيد البيت وبتزوره وبيقول لها: طالما قمتي من على السرير ورجلك قدرت تشيلك، ما عدتيش ليه على البنك علشان تجيبي لي فلوس؟ لؤلؤ بتقول له: خد بنصيبك صبر وانت تشبع. وقالت له كمان: انت اصلا ما قلتليش حمد لله على سلامتك. لؤلؤ بتقول لسيد: هانت يا سيد، كل حاجة هتخلص الليلة دي. والحكاية خلاص قربت تقفل بيبانها. سيد بيقول لها: طارق ده ابتدى يزن ويخبط على البيبان وشكله مش هيجيبها لبر، وقاعد يستجوبني وبيوقعني في الكلام لغاية ما عرفت املص منه. وشكله كده يا لؤلؤ قاري الحوارات كلها اللي بينا، قصدي الحوارات اللي ما بين نهال ومراته. لؤلؤ بتقول له: انا جايلك علشان موضوع داليا ونهال. لؤلؤ بتقول له: انا عايزك تقابلهم في المكان اللي احنا انا وانت اتفقنا عليه، وتسيح وتسحلهم على كل اللي احنا اتفقنا عليه، وكل هم اللي اتفقوا عليا معاك بيه قدامهم هم في المكان ده. سيبني مفيش غير اللي فيهم. سيد بيقول لها: بلاش تلعبي على المكشوف كده وفي مكان واسع، ما انا جرجرهم لك في اي مخزن وتفش غير لك فيهم، اللي فيهم اللي انت عاوزاه. لو بتقول له: ليه؟ حد قال لك عليا اني قتلت قتله؟ بتقول له: انا عايزاهم في موضوع تاني شغل، اكيد النسوان يعني، اكيد انت مش فاهمه ولا على ايه؟ ده انت تفهم اكتر من كده، انت تفهم كل كيد النساء ولا نسيت يا سيد؟ سيد بيقول لها: المهم يا ست الكل انت ترتاحي، وبعد ما ترتاحي تريحي ابوكي. لؤلؤ بتقول له: ما تقلقش يا سيد، راحتك محفوظة. وفي مشهد تاني طارق بيبقى مع مالك وبيجيب له كل الالعاب اللي هو كان نفسه فيها وكل الحاجات الحلوة اللي هو عاوزها. ومالك بيقول لطارق: بابا، هو ماما قالت لك؟ لا والله يا مالك يا حبيبي، ابدا ماما ما قالتليش، بس انا بعرف كل الحاجات اللي انت بتحبها حتى لو ما قلتليش انا بحس. مالك بيقول له: انا كنت بقول لماما على كل حاجة انا عاوزها، ولكن هي بتقول ان حضرتك اللي مش بتوافق. طارق قال له: لا عمري ما ماما قالت لي حاجة. ومالك بيقول له: يعني ماما كدابة؟ طارق بيقول له: لا عيب تقول على ماما كده، ماما مش كدابة، بس هي كانت ما بتقصدش، اكيد ماما نسيت تقول لي او قالت لي وانا نسيت عادي يعني. مالك قال له: لا، ما انا سمعتكم قبل كده وانت بتقول لها انت كدابة. قال له: عيب يا مالك، انت كنت بتتصنت علينا، بس احنا كنا بنهزر، وهو غلط اصلا ان احنا نهزر قدامك بالكلام ده، حقك عليا. مالك بيقول له: يا بابا، واحنا هنفضل في الاوتيل هنا؟ قال له: لا طبعا يا حبيبي، انا عامل لك بيت كبير جدا. وبيوري له الصور بتاع البيت والفيلا الكبيره ده، وبيوري له الاوضه بتاعته، بتعجب مالك جدا. وقال له: الاوضه دي هتبقى بتاعتك انت، وهنجيب لك فيها كل الحاجات اللي انت عاوزها، كل شيء اللي انت عاوزه في الدنيا هبقى في الاوضه دي بتاعتك. وده بيت كبير خالص معمول مخصوص علشان مالك، لسه المهندس موريني الديكورات بتاعته والتشطيبات. مالك بيقول له: امال فين اوضه ماما؟ انا عايز اشوفها. طارق قال له: لا، ما انا
انا وانت بس اللي هنعيش في البيت ده، ماما مش هتبقى معانا، هي وجدتك هيبعدوا مع بعض. مالك؟ قال له احسن، انا اصلا ما كنتش لاقي حد اتكلم معاه، كل ما ماما اجي اتكلم معاها هي بترفض ومش بترضى تكلمني. قال له لا، انا هفضل معاك على طول يا مالك، وهفضل اكلمك والعب معاك، وبترسم وتعمل كل حاجة، انا مش هسيبك خالص يا مالك. وطارق بيقول له انا بقى يا معلم انا فضيلك. طارق بيقول لي مالك الا انت صحيح لسه بترسم؟ قال له اه طبعا، اجيب لك الاسكتش نرسم مع بعض. طارق قال له ايوه هات الاسكتش نرسم على بعض ومالك نرسم مع بعض. ومالك راح يجيب الاسكتش، وطارق طبعا اتصدم من كلام مالك عن مامته، وكان مخبي كل ده، وهو اكيد متأكد ان هي كانت وحشة وبتعمل معاه كده. لؤلؤ بتروح لبدر الورشة وبتقول له خايف؟ لا انا مش خايف. قالت له ايه اللي مقويك؟ يقول لها حاجات كتير، اولهم ان دي اقل حاجة اعملها لك عشان ارجع بيها حقك. بيقول لها قعدت افكر مع نفسي كده، لقيت انك احسن مني بكتير يا لؤلؤ، وبالرغم من ان كل اللي حصل ده انك عرفتي تسامحيني، وانك علمتيني حاجة واحدة بس، انك بجد بتعرفي تحبي. والموضوع ده لو اتعاد من الاول تاني عمري ما كنت هنفذ اللي مروة قالته، وعمري ما كنت هقبل باللي انا ومروة عملناه فيكي. بيقول لها عمري ما كنت هقبل بحاجات كتيرة قوي، عمري ما كنت افكر انا قبلت بيها ازاي. بدر بيقول لي لؤلؤ حقك عليا. بيقول لي لؤلؤ انا هروح دلوقتي وهقتلها، وبموت مروة انا بقى كده بقول لك انا اسف. بيقول لي لؤلؤ تعالي نبدأ مع بعض حياتنا من جديد، تعالي نبدأ زي ما انت عارفة ان انا عملت فيكي حاجة كبيرة قوي، انا هقدم لك برضو حاجة كبيرة علشان اصالحك وارجع حقك. لؤلؤ بتقول له انا هفضل مستنياك هنا لغاية ما ترجع. وبيمشي بدر فعلا ويروح ينفذ الخطة بتاعت مروة، ولكن اللؤلؤ بتنده عليه وبيقول لها نعم. قالت له خد بالك على نفسك علشان انا مفيش حد اكتر منك بخاف عليه. وفي مشهد تاني كاميليا بتقعد مع مجدي وبيفتكروا الايام الجميلة اللي كانت بينهم، وبيقول لها فاكرة لما كعب الجزمة بتاعتك اتكسر، ونانسي المدهولة دي نسيت تجيب لك الشوز بتاعك. كاميليا قالت له ايوه انت من ساعتها خلعت الجزمة بتاعتك واديتها لي، قلت لي ما تكفيش الفستان طويل الجزمة مش هتبان. وقاعدين يضحكوا مع بعض، وبيقول لها انت طلعت على المسرح وكملت الحفلة عادي، حتى انت روحت بالجزمة وانا روحت حافي. وقعدوا يضحكوا مع بعض ويفتكروا الذكريات الجميلة اللي كانت بينهم. كاميليا بتقول له يا مجدي انت كل ذكرياتك معايا كنت انسان جدع. مجدي بيقول لها وانت كنت عنيدة. كاميليا بتقول له كنت، دي حاجة حصلت زمان. وكاميليا بتفاجئ مجدي وبتقول له يا مجدي انا بفكر اعتزل. مجدي بيقول لها لا طبعا انت لسه عندك كتير تقدميه للناس. قالت له انا اديت الناس كتير قوي، انا محتاجة اهتم بالناس اللي حواليا اللي انا ظلمتهم كل السنين اللي فاتت دي. مجدي بيقول لها طبعا القرار ليكي واللي يريحك اعمليه. كاميليا بتقول لمجدي يا ريت نرجع اصحاب زي الاول، وبقولها لك من قلبي. تقول له انت كنت اقرب واحد لينا انا ومنير. تقول له تعالى زورنا من وقت للتاني، تعالى نسافر مع بعض زي ما كنا بنعمل في الاول. اول ما لؤلؤ تشد حيلها مجدي بيقول لها انت تستاهلي كل الخير يا كاميليا، واحنا بينا عشرة عمر طويلة جدا فيها الحلو وفيها الوحش. الحلو هيفضل ذكريات حلوة، لكن في حاجات بين الصحاب لما بتتكسر ما ينفعش تتصلح. كاميليا بتقول له انا عارفة اني غلطت في حقك كتير. قالت له بس ما تتسرعش في ردك عليا، ولا انت خلاص ما بقتش عايز تعرفني تاني؟ مجدي قال لها ايه اللي انت بتقوليه ده، انا بابي مفتوح ليك في اي وقت، ولو احتجتي اي حاجه هتلاقيني اول واحد جنبك وانت عارفه. قالت له عارفه ومتاكده انك هتبقى اكبر واغلى اخ وصديق عزيز ليا. مامة لؤلؤ بتخش على لؤلؤ او ما ترجع من بره وبتحضنها، ولؤلؤ بتقول لها يا ماما حضنك ده اللي بيقويني، ومهما بكون ضعيفه قوي هو ده الحضن اللي بيقويني. ولؤلؤ بتفضل تحكي لها وبتقول لها انا بقيت قلبي بقى قاسي قوي بقى قوي جدا يا ماما، انا خايفة اكون قلبي اتغير من اللي حصل فيا زمان، قلبي مهموم يا ماما، حاسة ان عقلي وقف. مامتها بتقول لها من كتر الفكر والهم اللي انت شايلاه لوحدك باين في عينيك يا حبيبتي. برضو يا لؤلؤ مش عايزة تقولي لي ايه اللي حصل يا بنتي، طول ما قلبك مهموم عمرك ما ترتاحي. لؤلؤ بتقول لها انا حاسه ان قلبي بقى اقوى من الصخر يا ماما، وهي دي مشكلتي، كل اللي شفته في دنيتي كان بيقتل في قلبي حته في حته حته حته، وانا مش حاسه، كل اللي اذوني ياما خدوا مني حاجات حلوه لحد ما قربت افضى.
تقول لي مامتها اكيد الناس دي ما اتخلقتش كده، ربنا ما خلقش حد شرير، اكيد اتولدوا طيبين، واللي بيشوفوه من الناس بيغيرهم ويغيرهم للاوحش. مامة لؤلؤ بتقول لها يا ده انت شايلة قوي على قلبك ومحملة على نفسك كتير قوي يا لؤلؤ، ارجعي يا حبيبتي زي ما كنتي. بتقول لها يا ماما انا ببص في المراية ما بقتش اشوف لؤلؤ اللي انا اعرفها، ما بقتش اشوف روحي، انا بقيت وحشة قوي. مامتها بتقول لها عمرك ما تكوني وحشة، لو كنت وحشة ما كانش ربنا كشف لك كل الناس اللي بيؤذوكي ويكرهوكي. قالت لها نفسي ارجع زي زمان يا ماما، قوية وقلبي نضيف. قالت لها انتي طول عمرك قوية وطول عمرك مفيش انضف من قلبك يا لؤلؤ، كفاية ان قلبك ما تأثرش بكل السواد اللي كان حواليكي، لا طلعت بروية زي ابوكي ولا سماوية زي اللي ما تسماش مروة. ربنا باين لك كل حاجة يا لؤلؤ علشان هو مطلع على كل اللي في قلبك. فاكرة كل الناس قلبهم ابيض زيك يا لؤلؤ، انت لازم تشوف الحقيقة ولو مرة واحدة في حياتك. كان تفوقي انت اتوجعتي بس قويتي، بس انا قويت بزيادة قوي يا ماما. لؤلؤ بتقول لها انا خايفة ابقى اكون انا خايفة ابقى اكون بقيت زيهم. بتقول لها ما تخافيش يا حبيبتي، انت عمر الحنية ما هتروح من قلبك علشان هي مزروعة جواكي. ولؤلؤ بتفضل تعيط ومامتها بتاخدها في حضنها تاني وبتحضنها جامد، ولؤلؤ بتعيط. في المشهد مروة وبدر، بدر كان بيحط لها الحاجة الساقعة وبيحط فيها السم، ولكن مروة بتطلع السم وما بترضاش تحطه في الأكل، ولكن بدر بيحط السم في الحاجة الساقعة وبيقول لمروة مش محتاجة مساعدة. قالت له لا يا حبيبي أنا خلصت أهو، وجابت الأكل وحطيته على الترابيزة، وبدر حط الحاجة الساقعة قدام مروة وهي حطت الأكل قدامه، وبتقول له مش كنت قلت لي عشان أطبخ لك بدل ما نجيب الأكل الجاهز والتكاليف دي؟ قال لها أنا ما كنتش عايز أتعبك. قالت له يعني قال كنت مريحني قوي. قال لها بدر احنا متفقين ان احنا نقفلها حلو، فخلينا نقفلها حلو من غير وجع القلب، بلاش كلام ملوش لازمة، خلينا نودع بعض واحنا كل واحد فينا متراضي. مروة بتقول له وحشتك يا بودة؟ قال لها ايوه وحشتيني، والا ما كنتش جيت قعدت معاكي دلوقتي. يقول لها يلا ناكل بقى. قالت له استنى، حلوه المزيكا اللي انا مشغلها دي ولا احب اشغل لك حاجه تانية؟ قال لها حلوه اه بس الصراحه مش لاقي عليكي، انا افتكرك هتشغلي لي مهرجانات. بتقول له لا ده انا كنت هشغل لك فيديو حبيبه القلب، يمكن تحب تشوفه لاخر مره ولا حاجه، ولا هو ما وحشكش؟ قال لها هو الفيديو على اللاب ده يا مروه؟ قالت له ايوه على اللاب ده، وحتى لو قمت كسرته دلوقتي انا معايا 100,000 نسخه منه. قال لها انا لا جاي اكسر ولا جاي اتخانق، الحوار ده حوارك مع لؤلؤ، انا خلاص بقيت برا الحوار ده. مروه بتقول له عين العقل، كل الاكل هيبرد على رايك، وبيبدا ياكل بوده فعلا، وبتبدا مروه تشرب الحاجه الساقعه، وبدر بيبص لها بصه غريبه جدا وبيقول لها ايه ده؟ قالت له في ايه؟ قال لها الاكل طعمه غريب قوي شكله كده، تترغي ترغي لحد ما الاكل برد وجلد. قالت له معلش. بتقول له اللي اقول لي يا بودة انت لسه فاهم ان لؤلؤ بتحبك؟ قال لها اكيد، والاكيد اكتر انها بتحبني اكتر منك. قلت له بعمرك ما حبيت ولا هتعرف تحب علشان ما بتعرفش تحس باللي قدامك. وبتطلع له مروة العلبة بتاعت السم قدام بودة وكانت مليانة، وبتصدم لؤلؤ ادتني ازازة السم ده وقالت لي حط لبدر السم ده في الاكل، ووعدتني لما اخلص منك هتديني 30 مليون جنيه. وبدر قاعد يبرق كده ومصدوم، بس انا مرضتش. مروة بتقول له انا مرضتش، ما قدرتش احط السم في الاكل، يمكن تفوق وتفهم ان عمرها ما حبيتك ولا هتحبك. وبدر طبعا بيراجع نفسه واتصدم صدمة العمر، وهو كمان طلع علبة السم، ولكن علبة السم بتاعت بدر كانت فاضية. ومروة اتصدمت وقال لها لؤلؤ ادتني دي وقالت لي حط السم لمروة، ومروة بتقول له حطيتها لي يا بودة، وطبعا بودة اتصدم قالت له لا 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 ما تسكتش، رد عليا بسرعة، انت حطيت لي السم يا بودة في الحاجة الساقعة؟ قالت له حطيت لي السم. وبدر ما قدرش يتكلم ولا ينطق. قالت له ده انا ما قدرتش اعملها فيك يا بدر، انت حطيت لي السم. وطبعا بدر كان بيترعش ومصدوم، قال لها بس انا قدرت. وبيشيل مروة بعد ما بتموت
وبيحطها في كيس وبينزل تحت وبيحطها في العربية بتاعت مروة في الشنطة بتاع العربية وبيقفل عليها. التاني سيد بيروح لنهال وبيقول لها انت لازم تقابلوني النهاردة، انت لازم تجيلي في الساعة 11 بالليل في المطعم اللي قابلتك فيه أول مرة، هتجيلي هتقولي لي الطريق، أصلك كاني أصلك ماني ماليش فيه، أنا هطلع على معاون المباحث على طول وأقول له على كل حاجة. قالت له ما تقول على كل حاجة دلوقتي، عاوز إيه؟ قال لها لما تيجي هتعرفي. ومشي سيد وساب نهال محتارة. لؤلؤ كانت بتتفرج على الموبايل وبتقعد بتشوف صور هي ومروة وبتحذفها، بتعمل لها ديليت من على الموبايل وصورها هي وبدر طبعا، لان هي فاكرة دلوقتي ان هما الاتنين ماتوا او موتوا بعض بالسم. ما تعرفش طبعا ان بدر هو اللي موت مروة، مروة هي اللي ماتت وبدر ما ماتش. وطبعا مروة لؤلؤ قاعدة تفكر دلوقتي في ايه اللي هيحصل لما يجي لها الخبر بتاع موت بدر ومروة. بدر مشي بالعربية وراح في حتة بعيدة جدا، وبينزل من العربية وبيطلع الكيس اللي فيه مروة اللي قتلها بالسم وبيرميها جنب الزبالة وبيمشي وبيسيبها. لكن قبل ما بيمشي بيبص لها بصة غريبة كده وبيمشي ويسيبها بعد ما نفذ جريمة القتل. في مشهد تاني سيد بيروح لداليا البيت وبيقول لها نفس الكلام، هستناك الساعة 11 بالليل في المطعم اللي قابلتك فيه أول مرة، هتيجي متأخرة وتقولي أصلك الطريق كان زحمة، أصلك الطريق أصلك كاني أنماني ماليش فيه، أخطف ديلي في سنين وأطلع على أطول على رئيس المباحث وأر على كل حاجة. قالت له لا لا أستاذ سيد أنا هجيلك في نفس الميعاد ما تقلقش. قال لها ماشي هستناكي. وسيد بيتصل بلؤلؤ وبيقول لها خلاص انا اتفقت معاهم ان انا نتقابل في الميعاد في نفس الميعاد في نفس المكان، المطعم اللي اتقابلنا فيه اللي اتفقنا عليه الساعة 11 بعد ما تنفذي اللي انت عايزاه منهم، اديني فلوسي ويبقى انا كده عملت اللي عليا وعداني العيب وازح. قالت له ما تقلقش يا سيد كل حاجة هتخلص النهاردة. قال لها ماشي. وفعلا نهال وداليا كانوا في المكان، وداليا بتقول لها اتأخر ليه، نهال بتقول لها الساعة 11 و5 لسه ما تأخرش، انت اعصابك بس تعبانة. داليا قالت لها انا اعصابي تعبانة. قالت لها ممكن يا داليا نهال تكلمه وتشوفي هو فيه. نهال بتقول لها مش انت اللي ورطتينا معاه وورطتيه معانا وطمعتيه فينا، وقالت له اقتل لؤلؤ وطارق. وقعدوا يتخانقوا مع بعض داليا ونهال، وقالت له انتوا اللي انت فكرتك انت اصلا حكاية القتل دي. قالت لها بس احنا في المطعم عشان محدش يلاحظ حاجة. وجي سيد فعلا في الميعاد وبيقول لهم انتوا على طول تتخانقوا، ده كل مرة اجي اقابلكوا الا لما الاقيكوا انتوا الجوز بتشدين شعر بعض وبتخانقوا مع بعض. نهال بتزعق فيه وبتقول له بقول لك ايه مش عايزين كلام كتير، انت جايبنا هنا وعايز ايه؟ قال لها بصراحة زهقت منكم واتخنقت، خلاص انا اتخنقت منكم وكمان انا ضميري صحي، ضميري صحي ما ينفعش انفذ الجريمة البشعة اللي انتوا قلتوا عليها علشان اقتل ضنايا ابشع جريمة في الحياة الدنيا، كنت عايزين اقتل بنتي ضنايا. داليا بتقول له انت كنت عايز تقتلها اكتر مننا عشان تورثها. قال لها وانت مالك انت اورثها ولا ما اورثهاش، مالكوش فيه انتوا الجوز. داليا بتقول له برضو انت ما فهمتناش انت جايبنا ليه هنا دلوقتي. دخلت لؤلؤ مرة واحدة دلوقتي قالت له، دخلت لؤلؤ وصدمتهم وقالت لهم خليكي انا يا داليا اقولك هو جايبكم هنا ليه، وقفلت الحلقة على كده. وبتنتهي الحلقة، ورجاء عمل اشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان تعرفوا المفاجأة اللي في الحلقة اللي جاية وفي كل الحلقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.